السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم أخواني وأخواتي الأعزاء، وجمعة مباركة، وأتمنى تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. اليوم إن شاء الله راح أنقل لكم لعبة الزوراء والقوة الجوية في إطار كأس السوبر العراقي. الساعة 8 المساء إن شاء الله راح أنقل لكم اللعبة بشكل مباشر وبتعليقي على قناتي على اليوتيوب. أتمنى منكم كلكم تنشرون رابط قناتي حتى أكبر عدد من المشاهدين يتابعون اللعبة على قناتي، وأتمنى أن أوفق بالتعليق على هاي اللعبة اللي راح تكون أول لعبة إلي أعلق عليها ضمن الموسم الجديد. وراح أنقل لكم اللعبة على قناتي الثانية على اليوتيوب اللي هسه راح أحط لكم رابط القناة أول تعليق. أتمنى منكم كلكم تشتركون بهاي القناة. الآن راح أبث لكم كل المباريات الخاصة بالدوري العراقي، وأيضا المباريات الخاصة بلعبات المنتخب، وهم أبث لكم إن شاء الله المباريات الدولية للمنتخبات والأندية العالمية إن شاء الله. فأتمنى منكم كلكم تروحون تشتركون بقناتي الثانية على اليوتيوب، وأتمنى أكون عند حسن ظنكم بي وأقدر أقدم لكم فتشي مميز يرضيكم وتستمتعون باللعبة على قناتي إن شاء الله. مع تحياتي، وأتمنى لكم يوم حلو.